بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. والصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين ده كيلو قوطه وثلاث بصلات زي ما انتم شايفين كده. ودول راسين والقاس. طبعا انتم عارفين ان القلاس يعني طالع مش بقالوش فتره، فهنعمله لما بيبقى طالع جديد مش بيستوي بسرعه، فهنعمله بطريقه جديده كده بتخليه يستوي بسرعه. دي كزبره خضراء. طبعا انتوا عارفين ان عين الشمس القلاس بالخضره بالكزبره بالصلصه. ده نص كيلو لحمه زي ما انتم شايفين اهو. عندنا كزبره وعندنا تومه وهنا ورقتين لوري وقوطة وبصل كده في الحلة اهو زي ما انتوا شايفين. هنحطها على النار، نحط فيها اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبها كده تتشرب كده مع القوطة مع البصل مع ورق اللورة زي ما انتوا شايفين كده. دي حبة سكر عشان تسوي بسرعة. ديت كزبرة وكمون وفلفل اسود وحبة زعفران. هنحط لها بقى مية وهنسيبها كده نوط عليها ونسيبها براحتها ما تحطش فيها سمنة ما تستوي. انا قطعت الثلاث بصلات اللي انتوا شايفين دول، دي معلقة مش معلقة حبة ملح من الاخر يعني. حطيتهم كده وحطها كده على النار. الملح يا جماعة بيدبر البصل ما خلاش تاخد سمنة فيها. ديت القوطة برضه بتاعتنا قطعتها حبة لها حبة السكر. حبة البصل مرة اهي. شفت دبلت وبعدين حطيت لها السمنة معلقة زبدة معلقة سمنة، يعني مكعب زبدة ومكعب سمنة زي ما انتوا شايفين كده. انا اقلبها لما تستوي كده براحتها، نحطيها علشان ما تتحرقش. هنا القوطة فرمت القوطة، حطيت المصفى عشان نصفي القوطة بتاعتنا. طبعا ما بحبش البذر ما بحبش في اي طبيخ بالذات، يعني هو المحشي اللي الواحد بيفضل ريحته زي ما هي كده. هنا لسه البصلة بتاعتنا ابتدت خلاص بقى تستوي اهي شايفينها كده. هنا حطيت القوطة اهي، دي القشرة ودي البذرة بتاعت القوطة اهي، شلناها كده. هنا جبت البصلة ابتدت تتكتم كده في المقلاة اهو. بصوا دي بقى القطة بتاعتنا عليها. نقلبها كده ونسيبها كده براحتها، اهي نوطي عليها ونسيبها كده على النار زي ما انتوا شايفين كده اهي. هنا انا عند القلاة خرجته بس ما غسلتوش، عملته كده من غير ما اغسله لان الغسيل بيخلي الغذاء بتاعه يروح. حطه على النار زي ما قلت لكم في البدايه ان الاكله لما بيبقى طبع جديد ما تحطيش الصلصه مش بيستوي على طول، بياخد وقت. فهنا انا حطيت له كفتين ثلاثه صلصه زي ما نقول مثلا ايه نسلقهم. حطيت له كفتين ثلاثه صلصه كده واسيبه كده ايه يستوي، بعدين احطه في الصلصة. لما يستوي في الشوربة يستوي بسرعة ما ياخدش وقت يعني. هنا دي التومة بالكزبرة الخضرا دقتها اهي كل مع بعضه. هنعمل انا بص للاس المحس بتاع 10 دقايق يا جماعة. اقطيه على الصلصة كده، احط كل الملسنة كده على الصلصة بتاعتنا دي اهو، واحط له حبة شوربة. ان طبعا لازم البصل حاطط لها شوربة بتطعم وبتبقى حلوة، لان الشوربة فيها بصل وفيها قوطة وفيها ورق لورا وفيها الشوربة بتاعت اللحمة. فكده يعني هنا ديت هنعمل تومة للقلقاس. نعمل كده بالكزبرة كده زي ما انت
انتوا شايفين كده المعلبه لما تستوي لما نفضيها على نفضيها بقى هنا كده بصوا يا جمال يا جمال يا جماعه بجد والله طعم لذيذ ولحوم جدا. هنا الملوخيه برضه حبه ملوخيه مكتوب هنعملهم برضه في نفس الحله كده. ده كمون وكزبره الملوخيه هنعملها كده وهي فيها كزبره خضرا طبعا. ده حبه صلصه وعصر طماطم شايلاهم كده كده هيغلي. وبعدين من هنا حطيت الفلاح اللحمة بتاعتي حطيتها في الصلصة وكده بس ايه هتاخد غلوة كده مع الولاد وخلاص وكده كده الولاد استوى يعني. هنا السردين الكومة بتاعت الملوخية خلاص كده اتثبتت مع القشر هحط لها الشوربة صفي لها الشوربة من بتاع دوت البصل الطماطم كده يعني. هنا عملت الملوخيه ملوخيه ناشفه بجد كانت جميله جدا وبألف هنا وشفا للي كان واللي ياكل واللي شاف. ديت تومه بكزبره برضو حطيتها للولاد برضو كانت للطعامه حطها مية مع الولاد كده وربنا على صلاح حالنا ويسمى للجميع. هنا هنعمل حبة رز أبيض كده سمنة على حتة زبدة برضو مع الرز كده ونقلبه هنقلب شوية شوية كده ونفضي كله هنعمله رز أبيض كده جنب الأكل. وهنا هحط له حبة مرقة عشان أعمله بمية يعني ما فضلوش شوربة. ربنا على صلاح حالنا وبيكم وكل اللي يخش عندنا ينورنا يا جماعة بالله كل اشتراك وشير و ليس امرا لكن فضلا زي ما بيقولوا وربنا يصلح حالنا وحالكم. ما تنسوش تنورونا بالله كل اشتراك والشير وما بسيبش حد برد على كله وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقكم حيث لا يحتسب. هنا الاكل بتاع امي اللحمه والقلاسة وكزبره دوت ما اقولكوش حاجه من الاخر بجد والله حاجه حلوه جدا 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 وبألف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ده لولاس بتاع ام زي ما انتم شايفين اهو حاجه جميله وحاجه حلوه. ده لولاس اللي احنا بنعمله في الصيد وده الملوخيه. ونشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.